زين. النقطة الثالثة أن هناك ظواهر طبيعية وغير طبيعية تسمى مجموعها بالعلوم الغريبة من قبيل السحر. على كل حال كمثال نأخذ السحر، شيء على شيء أن السحر موجود ومنصوص عليه بالقرآن الكريم ومؤثر إجمالا، وحوادث السحر موجودة من قبل مثلا 4000 سنة، 10000 سنة ربما، ولا زالت إلى يومنا هذا، وكثير منهم يؤمنون بالسحر ويطبقونه. استتفسيره ما هو، أما حرام أما حلال، ما علينا، كل ما في الأمر أنه مؤثر وتأثيره ليس طبيعيا، ليس من قبيل سرعة الضوء وجاذبية الأرض وخروج النبات وولادة الإنسان، هذه أمور طبيعية. وأما السحر فمؤثر ولكنه من زاوية غير طبيعية. فمن أين حصل ذلك وبأي قانون حصل ذلك؟ حينئذ هؤلاء الذين ينكرون قدرة الله سبحانه وتعالى خليجون يفسرون، يعجزون عن ذلك. طبعا هم بحسب الظاهر ينكرون هذا التأثير لأنهم عاجزين عن التفسير، ولكنهم في الواقع ونحن في الواقع نؤمن بصحته إجمالا، وأن بعض حوادث السحر فعلا مؤثرة. فإذا كان المطلب هكذا، إذن فهذا أيضا يدل على قدرة الله وعلى تدبير الله، وأن هناك قوانين لو صح التعبير غير القوانين الطبيعية محكومة لقدرة الله ولتدبيره، وحاكمة ومؤثرة على القوانين الطبيعية وعلى وجه الأرض وعلى هذه الخليقة. وهذا أيضا كافي برهانا على وجود الله، وليس السحر وحده، السحر كمثال، وإلا العلوم الغريبة كثيرة. زين. النقطة الأخرى، طبعا كلنا سمع بالباراسايكولوجي، وله سبحان الله ظواهر كثيرة غير قابلة للضبط، ربما 100 ظاهرة وأكثر، من قبيل تحضير الأرواح، من قبيل التأثير عن بعد، من قبيل التلباسي الذي هو يسمى بالتخاطر وإلى آخره، واية من قبيل التنويم المغناطيسي. زين، نقول كل هذا خرق وكذب؟ صحيح، يعني جرأة على الله وعلى الإنسانية أن نقول أن هذا كله كذب. متواتر وفوق المتواتر أن هناك ظواهر تسمى باصطلاح اللغة الأجنبية بالباراسايكولوجي، أي ظواهر روحية باصطلاحنا. هذه الظواهر إذا كانت موجودة أيضا لا تخضع لقوانين الطبيعة، يعني أن هناك قوانين أعلى من قوانين الطبيعة وحاكمة على قوانين الطبيعة ومؤثرة على قوانين الطبيعة. من الذي أوجدها ومن الذي سنها إلا خالق الكون جل جلاله، ومن الذي دبرها إلا المدبر الحقيقي جل جلاله. زين. النقطة الأخرى، المعجزات والكرامات، ما حصل أي معجزة ولا كرامة على طول البشرية من آدم إلى يوم القيامة؟ سبحان الله، حتى الماديين يقولون أن عصر المعجزات انتهى، الآن عصر الصناعة، يعني أن المعجزات حدثت رغم عليهم. على كل حال الشيء الذي باليد أنه باليقين حصلت معجزات وكرامات لمئات من الناس، لآلاف من الناس، وعلى رأسهم الأنبياء سلام الله عليهم، وعلى رأسهم المعصومين لما بعد الإسلام ابتداء من النبي إلى الإمام المهدي سلام الله عليه، حدثت فعلا، ونحن غافلين حقيقة، غافلين ودايشين بهالدنيا هاي. وإلا في حقيقة الأمر أن المعجزات والكرامات تحصل باستمرار من أول الخلق إلى آخره، من حيث لا نعلم ولا نشعر، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، لكننا قوم غافلين، نحسب
الأشياء كلش بسيطة ومتدنية، لأنني أنا المتدني فلا أفهم إلا المتدني. وأما إذا شوي دقق ومشيت قدم واحد لا أزيد، ما يحتاج إلى أزيد على أي حال، فسوف أفهم أشياء أخرى غير الذي كنت أفهمها بطبيعة الحال مما هو يتصل بالله سبحانه وتعالى. على الشاهد، فالكرامات والمعجزات متواترة ويقينية الحصول، وعلى رأسها كرامات الأنبياء ومعجزات الأنبياء. حينئذ نقول من الذي أوجدها وبأي قانون وجدت وبأي سبب وجدت، وهي خارقة لنواميس الطبيعة وغير ما تعود عليه أهل الدنيا والماديون والمنكرون للقدرة الإلهية. يكفينا معجزة واحدة من خلال أول الخلق إلى آخره لتثبت أنها ناطقة بلسان حالها بوجود مدبرها وبقدرته وبعزته وعظمته، فضلا عن أن تكون هناك معجزات كثيرة، وأيضا ناطقة بفشل النظام الطبيعي وأنه مجرد صورة لا واقع له. وأنا قلت سبحان الله في مؤلفاتي، في بعض مؤلفاتي أيضا كتبت أن القوانين الطبيعية إنما هي صورة ذهنية، ما يحدث هو أن هذه الحصات تجلبها الأرض وهذه الحصات تجلبها الأرض، أما أنه نسمي شيئا بقانون الجاذبية فهذا عبارة عن مجموعة حوادث جمعناها في ذهننا فسميناها قانون الجاذبية. فحينئذ قانون الجاذبية إنما هو فكرة، والفكرة لا تؤثر في الخارج، لا تؤثر في الخارج، ليس هناك قانون اسمه قانون الجاذبية، وإنما كل شيء يحدث بقدرة الله سبحانه وتعالى. فحينما يزعم الزاعمون الماديون بأننا نعوض عن الله بالقوانين المادية خسروا وخسئوا، لأنها غير موجودة أصلا، وإنما هي مجرد أفكار في أذهاننا. كما مثلا شنو نقول الإنسانية، الإنسانية موجودة، إنما الموجود هو الأفراد زيد وعبيد وسعيد وفلان وفلان، أما الكلي المعنى العام غير موجود بطبيعة الحال. ولاحظوا كذلك القانون بالمعنى العام غير متحقق، سبحان الله، هم يقولون أن ما هو غير محسوس غير موجود، زين جيبولي عن حس وعن رؤية وعن بصر القانون، قانون الجاذبية مثلا أو قانون سرعة الضوء أو قانون مدري كيت أو كيت، ماكو، وإنما ما هو الموجود هو المصادق والجزئيات والحوادث الفردية. فهذه الحوادث الفردية من الذي يعملها؟ القانون غير الموجود والقانون الموهوم بطبيعة الحال لا أعجز من ذلك، ومن يؤمن به أعجز من ذلك، وإنما الله سبحانه وتعالى بعزته وقدرته. ربما نكمل في الخطبة في الأسبوع الآتي.